السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبناء بناتنا الأعزاء طلاب الصف الثالث الثانوي، إزيكم أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وربنا يكرمكم ويوفقكم بإذن الله تعالى. إن شاء الله بالإضافة إلى إن إحنا بنحل كتاب المعاصر اللي هو المراجعة النهائية، هنبدأ نبص على امتحانات الثانوية العامة المصرية والسودان من 2002 إن شاء الله لغاية 2020، ودول من كتاب ماي نيو فريند. طيب، امتحان 2002 الدور الأول، الجملة الأولى بتقول ماي براذر هاز أبلايد فور أ سبيس جوب فور ذا سمر مانث. اخي طبعا ابلاي فور بمعنى يتقدم لوظيفه خلال اشهر الصيف. طبعا على طول كلمه جوب وظيفه، يبقى انت محتاج حاجتين، يا اما كلمه بيرمننت جوب وظيفه دائمه، يا اما تيمبراري جوب وظيفه مؤقته. طب في الحاله ديت كده بيقول لك فور ذا سمر مانث، يبقى انا محتاج تيمبراري جوب. ماي براذر لافز فوتبول اند واتشز سبيس ماتش اون تلفزيون. اخي بيحب مباراه كره القدم وبيتفرج على اكيد كل المباريات على التلفزيون. طيب احنا عندنا كلمه كل بقى، كلمه بوث مستر كل او كلا، افري كل اول كل، طبعا نيذر معناها ولا مباراه، فاكيد دي غلط، فدي مستبعده خالص. طيب في الحاله دي كده بص على كلمه، ايوه دي كلمه ماتش مباراه، لو بوث يبقى بوث ماتشز، طيب لو اول تبقى اول ماتشز، يبقى انا محتاج كلمه افري ماتش. طبعا افري بنجيب بعدها اسم مفرد يعد، اما كلمه اول اجيب بعدها اسم جمع او اسم مفرد لا يعد. طبعا كلمه بوث معناها كلا او كلا من، دايما اشاره الى اثنين. My family is based in the field of banking and finances. عائلتي ايه في مجال، طبعا banking اللي هي البنوك والامور الماليه او الايه الموارد الماليه. طيب affectionate دي بتساوي كلمه loving يعني محب في مجال. fictional خيالي. influential مؤثر او ذو نفوذ. fractional بمعنى tiny صغير، يبقى اكيد العائله بتاعتي influential بمعنى مؤثر، وطبعا حرف الجر ان influential ان يعني مؤثر او ذو نفوذ في كذا. The hat was so small a space I couldn't wear it. طبعا على طول في هنا كلمه so، يبقى انا محتاج معاها كلمه that بشكل مباشر، يبقى so small that، وso طبعا بيجيب بعدها صفه او الحال، وبعد كده كلمه that بمعنى لدرجه ان. In ancient Egypt في مصر القديمة a space was used for writing and drawing on. طبعا في مصر القديمة اللي كان بيستخدم للكتابة والرسم اللي هو أكيد papyrus اللي هو أو لوح، طبعا ده اللي هو ورق الإيه البردي. Some people think that it is space an asteroid that hit the earth and killed the dinosaurs. بعض الناس بتعتقد إن إيه طبعا كويكب صغير ضرب الأرض وقتل الديناصورات. طيب must be can't be must have been will have been. بص هنا عندك طبعا في كلمة hit وأكيد ال killed وأكيد dinosaurs، الكلام بتاعك كله فين؟ في الباست، وبالتالي must be دي غلط و can't be دول غلط، لأن الاثنين دول كده بس استنتاج في المضارع، و will طبعا ده مستقبل تام فدي غلط خالص، يبقى الإجابة بتاعتك must have been بمعنى طبعا أكيد إن في حاجة حصلت في الباست، وعكسها كلمة can't have been مستحيل إن حاجة تكون حصلت في الماضي. وطبعا مي او مايت بمعنى احتمال او ربما، انما لو هتكلم عن استنتاج في المضارع فدايما بنجيب بعدهم الانفينيتيف. The teacher blamed the boy sitting in the last row space the night. طبعا المدرس بليمد كده بمعنى يلوم الولد اللي قاعد في الصف الاخير على الايه الضوضاء. عندنا بس كلمه بليم بمعنى يلوم، لما اجيب بعديها شخص يبقى بتقطع في الجر فور، بليم someone فور something، يبقى يلوم شخص على شيء. طيب لو قلنا بقى بليم ذا نويز، يبقى في الحاله ديت كده بليم something on someone، يبقى بليم ذا نويز on the boy. سؤال رقم 8، او ان از ذا اوفيشال ليدر اوف ا كونتري ويتش دوزنت هاف ا كينج اور ا كوين. طبعا ده هو القائد الرسمي لاي بلد ومش ملك ولا ملكه، يبقى امباسادور طبعا دي غلط، سفير بريزيدنت رئيس طبعا الاجابه الايه الصحيحه، طبعا امباسي سفاره وكورونيشن ده اللي هو الحفل الايه التتويج. ذا اود ووز سبيس انتو ميني اذر ميوزيكال انسترومنتس. طبعا العود ايه الى ادوات موسيقيه اخرى. لينكد مرتبط، كونكتد مرتبط، جراديويتد تخرج، ايفولفد تطور، طبعا ايفولفد انتو بمعنى يتطور الى، يبقى العود ده كده تم تطويره الى ادوات موسيقيه اخرى. كل الفكره كلها ان كلمه ايفولف انتو. She wouldn't mind if I space. طبعا عندك if وعندك هنا would والinfinitive، يبقى انا كده بتكلم في الحاله رقم 2، يبقى انا كده في الجزء اللي هناك محتاج ماضي بسيط، وماضي بسيط طبعا يعني تصريف رقم 2 بس ده نافي،
ونفي الماضي يبقى انا بجيب didn't والانفينيتيف didn't go. A space is a date or time by which you must finish something. طبعا يوم او وقت لازم انك تنهي فيه يعني حاجة معينة، فطبعا اكيد ده اللي هو اللي بيبقى الايه يعني الفترة او المدة اللي هي طبعا deadline اللي هي رقم C. طبعا خلي بالك عشان رقم B دي deed، deed كده بتساوي كلمة action معناها عمل فعل يعني، فبالتالي دي غلط خالص. وطبعا timeline ده يعني خط زمني او جدول زمني فما ينفعش، وديث لاين يعني خط الوفاه، فطبعا دي كده ايه ما تنفعش. يبقى الاجابه بتاعتك اللي هي رقم سي. Thousands of people enjoy space at the sculptures made from snow in China. طبعا كلمه enjoy بمعنى استمتع على طول، بتجيب بعدها verb plus ing. طبعا خلي بالك هنا عشان ما تدخلش اللغه العربيه شويه تقول لي مستر يستمتع ب، يبقى enjoy with، لا enjoy بجيب بعدها verb plus ing بشكل مباشر. انت بتقول I enjoy watching playing reading، يبقى بدون حرف جر. 13 all schools should have space to make students do well. كل المدارس لازم يبقى فيها ايه علشان الطلبه تأدي بشكل جيد. طبعا dismantle ده كده بمعنى يفك او تفكيك يعني آلة مثلا، فانت بتفككها الى اجزاء. discipline طبعا انضباط او نظام او يفرض الانضباط. dimension ابعاد. turmoil ده كده بمعنى اضطراب. طبعا كل المدارس لازم يبقى فيها discipline اللي هو الايه الانضباط. She asked me where space then. طبعا على طول ده كده المباشر وغير المباشر. في هنا كلمة where يبقى ده كده على طول أنا هنا عامل إيه؟ طبعا مفيش عندك لا كوما ولا أقواس، يبقى ده كده اللي هو reported أو الكلام المنقول. بعد where أو أداة الاستفهام يعني بوجه عام أو if أو whether لازم أنزل الفاعل، وبالتالي دي وبي الاتنين غلط علشان في did وفي am الاتنين كده غلط. يبقى أنا محتاج يا إما I stay يا إما I was staying. هنا في الحالة ديت كده طبعا بنحول كل الأزمنة من أزمنة مضارع إلى أزمنة ماضي، وبالتالي الأولى دي غلط علشان stay ده مضارع، يبقى أنا محتاج الماضي اللي هي رقم C I was staying. وطبعا في الجملة في كلمة then، فدي كان أصلها كلمة now. طبعا now ده present continuous بقى مضارع مستمر، am is are ing هتحوله إلى past continuous ماضي مستمر، يبقى was أو were و ing. 15 astronomers can space when eclipses occur. طيب استرونومرز طبعا دول كده اللي هم علماء الفلك، ايه متى اكليبسز بمعنى الكسوف او الخسوف يعني كسوف الشمس او كسوف القمر بيحدث امتى، يبقى يستطيعوا ان هم بريفنت يمنع بروتكت يحمي بروتكت يتنبأ بروتست يعترض او يحتاج، يبقى اكيد طبعا بروتكت يتنبأ. I wouldn't have reached this stage unless she spaced me. طبعا في كلمه unless يبقى حالات اف، يبقى في عندك would و have وتصريف رقم 3، يبقى دي حاله رقم 3 يبقى مباشره محتاج had والتصريف الثالث. على طول بتروح على الجزء الكامل وانت بتشوف انت بتتكلم في انهي حاله. This airline flies to many space around the world. طبعا airline دي اللي هي يعني شركه طيران، فبتسافر الى العديد من ايه حول العالم، يبقى ليها بقى العديد من الدول. Destinations طبعا بمعنى الدول او يعني الاماكن المقصوده، المكان اللي انت مسافر ليه، طبعا الاجابه الصح. Goals طبعا اهداف، وايمز اهداف، وديليجيشنز بمعنى وفد او بعثه. I got a plumber space fix the leak in the bathroom. طبعا plumber ده كده اللي هو السباك، وفي عندك كلمة get يبقى get وشخص على طول يبقى to والinfinitive، طبعا دي اللي هي القواعد بتاعت الوحدة رقم 8 اللي هو الايه الكوزيتيف، يبقى get وشخص وto والinfinitive، انما لو have يبقى have وشخص والinfinitive فقط، يبقى I had a plumber fix، انما I got a plumber يبقى to fix. The old man is not happy despite his big space. طبعا الراجل العجوز ده كده مش سعيد بالرغم من ايه الكبير بتاعته. طبعا despite بجيب بعديها دي معناها بالرغم من، ودايما بنجيب بعديها الاسم، يبقى هو مش سعيد بالرغم من ايه بقى؟ wealth ثراء او غنى، wealthy غني او ثري، wrath معناها غضب، range يعني معدل، يبقى اكيد بالرغم من الغنى بتاعه. خلي بالك بقى عشان الاجابه هتبقى رقم ايه؟ wealth ده الاسم الغنى او الثراء، اما رقم دي wealthy دي معناها غني يعني الصفه يعني زي كلمه rich. فطبعا انا اكيد بقى محتاج big دي صفه، يبقى انا محتاج الاسم اللي هو wealth. open the door space an emergency، افتح الباب. طبعا emergency معناها طوارئ، يبقى في حاله حدوث اي طوارئ. provided that بشرط ان، بتجيب بعديها جمله كامله. in the event في حاله كذا، وبرده بنجيب بعديها جمله كامله. on condition بنجيب بعديها جمله كامله. in case of معناها في حالة، ونجيب بعدها اسم او verb plus ing.
The wise man advised me a lot and suggested a space idea. الراجل الحكيم طبعا نصحني واقترح فكرة. يبقى الفكرة دي كده مالها sensitive بمعنى حساس, sensible عاقل أو حكيم, synthetic بمعنى صناعي, مادة صناعية مثلا, severe بمعنى قاسي أو عنيف أو شديد. يبقى أكيد الفكرة بتاعته كانت مالها عاقلة أو فكرة حكيمة, فكرة سديدة يعني, يبقى sensible idea. أما طبعا خلي بالك عشان sensitive دي كده بمعنى حساس, يعني شخص حساس مثلا أي كلمة بتأثر فيه, أو بمعنى جلد حساس. A space book was the one you were pointing at. طبعا في كلمة book معناها كتاب, يبقى ملك من هذا الكتاب. يبقى ما ينفعش أقول لك هو book, يبقى whose book, كتاب مين اللي أنت كنت بتشاور عليه. We can tell the age of a tree by counting the rings in the space. إحنا نقدر نحسب عمر الشجرة عن طريق إن إحنا نعد الحلقات اللي بتبقى موجودة فين بقى؟ الحلقات دي اللي مش بتبقى موجودة في ليف, طبعا ده ورق الشجر, طبعا دي غلط. بارك اللحاء ده اللي هو الجزء الخارجي من الشجرة اللي هو protect the tree, بيحمي الشجرة, فطبعا مش البارك. truck طبعا دي معناها شاحنة. trunk اللي هو الجزء بتاع الايه بتاع الشجرة. هي denied على طول, denied بمعنى ينكر وعكسها admit يعترف, بنجي بعدها verb plus ing, يبقى هي denied stealing ما دام مفيش بعدها فعل على طول. She has a very sweet space but she doesn't want to be a singer. هي عندها ايه جميل جدا ولكن مش بتحب ان هي تغني, يبقى اكيد مش عندها صوت. sound معناها صوت اشياء, voice صوت انسان, cloud سحابة, ونويز ضوضاء, يبقى اكيد voice. Your space attend the board meeting, it's not necessary. طبعا it's not necessary معناها مش ضروري, فمعنى كده مفيش داعي انك تحضر الاجتماع ده كده. يبقى في هذه الحالة عدم ضرورة. mustn't دي بتعبر عن تحريم, يعني اقول لك محرم انك تعمل حاجه فغلط. shouldn't لا يجب, دي كده advice, مفيش هنا advice. don't need لازم يبقى في بعديها to, وبالتالي هنا غلط. يبقى don't have to بتساوي don't need to بيساوي needn't plus infinitive بشكل مباشر, ودول كده بستخدمه لما اقول ان حاجه مش ضروريه, عدم ضروره. we will space the metal bars to the factory in that truck. احنا ايه القضبان المعدنية إلى المصنع في تلك الشاحنة. يبقى translate بمعنى يترجم, transmit بمعنى يبث, يرسل طبعا إشارات اللي هي اللاسلكية, transport بمعنى ينقل, transparent بمعنى واضح, يبقى أكيد transport بمعنى ينقل. Sammy Space have been at school yesterday. He was definitely in Alex. سامي إيه في المدرسة امبارح؟ هو بالتأكيد كان في الأسكندرية. طيب طبعا في هنا كلمة was, وبالتالي الكلام بتاعنا فين؟ في البوست, فاحنا لسه شارحين واحدة فوق. يبقى انا كده بتكلم عن استنتاج في الماضي, ففي عندك have وتصريف رقم 3. فالديفينتلي بمعنى بالتأكيد, يبقى هو ايه في المدرسة امبارح؟ ده هو بالتأكيد كان في اسكندرية. يبقى معنى كده might دي غلط عشان مش هينفع لك, احتمال يكون. should have وتصريف رقم 3 معناها كان يجب ان حاجة تحصل ولكن ما حصلتش, بالتالي دي غلط. must معناها اكيد ان هو كان في المدرسة امبارح, طبعا غلط. لو بيقول لك هو كان في اسكندرية يبقى معنى كده هي كانت هاف, مستحيل ان هو يكون او كان في المدرسة امبارح. In the coming years most of our shopping will be space on the internet. طبعا في السنوات اللي جاية معظم التسوق بتاعنا يبقى اكيد هيحدث, هيتم عن طريق الانترنت. يبقى will be طبعا في كلمة shopping, يبقى دي بتاخد كلمة do, يبقى do shopping, بس الجملة بتاعتك هنا مبنية للمجهول. The boy is running fast. He spaced out. الولد بيجري بسرعة. يبقى هو كده إيه؟ هيقع. طيب خلي بالنا بقى, علشان دي جملة مهمة جدا, وجا واحدة قبلها برضو السنة اللي قبل اللي فاتت أو حاجة, أو السنة اللي فاتت تقريبا, وكانت ملخبطة شوية أو لخبطة الطلب. خلينا نقول The boy is running fast, ونقول جملة تانية The boy is fast. لما أقول The boy is running fast يبقى معنى كده الولد بيجري بسرعة بالوقت ده, يبقى معنى كده بقول بقى ان هو يعني هيقع طبقا لحاجه بتحصل دلوقتي. يبقى هي از رانينج فاست, يبقى ده ايفيدنس, ده دليل ان في حاجه ممكن تحصل في المستقبل. يبقى في الحاله ديت كده بنقول ام از ار جوينج تو بلس انفينيتيف, يبقى از جوينج تو فول. انما بقى لما يقول لك ذا بوي از فاست, الولد سريع, ذا بوي از كليفر, الولد ذكي, مش عارف ذا بوي از طول, الولد طويل, كل ده كده بيرسونال كواليتيز, سمات شخصيه. ومع السمات الشخصية دي كده بستخدم will plus infinitive فقط. طيب بالنسبة للقطعة تعالوا كده نترجم القطعة كده بسرعة. بيقول كده, طبعا انا هقول الترجمة على طول عشان بس من ايه اختصارا للوقت.
العديد من الخبراء بيعتقدوا إن في ناس كتير جدا في العالم اليوم، يعني في تعداد سكان كتير، وإذا لم يوجد هناك تغيرات كبرى في الطريقة التي يفكر بها الناس في عدد الأطفال اللي هم المفروض يبقى عندهم، يعني اللي هم ينجبوهم، ففي الحالة ديت كده اللي هيحصل إن تعداد السكان بتاع العالم سوف يتضاعف في خلال 25 سنة، وبالتالي هيكون هناك أكتر من 20 مدينة فيها تعداد سكاني بيزيد على 20 مليون. طب دلوقتي في مدينة واحدة فقط اللي هو التعداد بتاعها بيعدي كام؟ بيعدي 20 مليون، ولكن في خلال 25 سنة بقى هيبقى فيه يعني أكتر من 20 مدينة التعداد بتاعها هيعدي ال 20 مليون. بعض الناس اللي هم مش فاهمين الأوفر بوبوليشن ده كده اللي هو التعداد السكاني أو الاكتظاظ السكاني ده كده بيعني إيه، بيشيروا إلى بعض الدول زي أستراليا، وبيقولوا إن أستراليا دي فيها يعني أماكن فاضية كتير جدا، بالرغم من إن معظم أستراليا الأرض يعني أو المساحة بتاعتها is unpopulated يعني غير مسكونة، وكمان معظم الأماكن المسكونة فيها بيبقى فيها تعداد سكاني قليل جدا. طيب في أسباب للكلام ده، السبب الأولاني وهو إن معظم الأرض بتاعتها ديزرت طبعا بمعنى صحراء، وكمان ووترلس بلا مياه مفيهاش مياه. والحاجة رقم اتنين إن حتى الأرض اللي هي مش صحراوية is not suitable، ليست مناسبة لأي شيء، ولا حتى كمان لزراعة الإيه الحشائش. طيب في سبب تاني أو في مشكلة كبيرة تانية إحنا ممكن إيه نبص عليها كده، أو العالم لازم يواجهها في حالة إن الازدياد السكاني ده كده بيستمر، وهي نقص الطاقة shortage of energy. إحنا بنستهلك الفحم والبترول، ولما الحاجات دي كده يعني تستنفذ معنى كده ان احنا لازم ان احنا نجد بدائل علشان تحل محلها. صحيح ان احنا يعني ننفع نعمل كهرباء من حرارة الشمس وكمان من المياه المتحركة، ولكن لغاية دلوقتي مفيش التكنولوجي اللي هي تقدر تقوم بالعمل ده كده بشكل كبير جدا. ربما يعني المشكلة الكبيرة يعني بتواجه العالم او اللي هتواجه العالم عندما يتضاعف وهي التلوث، علشان الهواء اللي احنا بنتنفسه ده بالفعل ملوث بشكل سيء جدا، كمان emissions اللي انبعاثات اللي بتطلع من المصانع والصناعات الكبرى بتلوث الغلاف الجوي، وكمان damage the environment بتدمر البيئة. السؤال الاول بيقول when is the world's population expected to double، متى تعداد السكان بتاع العالم من المتوقع ان هو دبل بمعنى يتضاعف؟ احنا قلنا هنا كده بيقول كده دبل ان 25 years time، في خلال 25 سنة، يبقى انا محتاج بقى half a century، century قرن يبقى 50 سنة، century قرن 100 سنة، in 2.5 decades، decade بمعنى عقد، في الحالة ديت كده عقدين ونصف يعني 10 و10 يبقى 20 يبقى 25، يبقى دي الإجابة الإيه الصحيحة. طبعا half a decade نصف عقد يبقى 5 سنوات، يبقى دي طبعا غلط. In order to prevent the world's population from being doubled, there must be a change in، علشان تمنع التعداد السكاني بتاع العالم ان هو يتضاعف لازم يبقى فيه تغيير في ايه؟ احنا قلنا فوق هنا كده اللي هي متأول unless كده unless there are big changes in the way people think about the number of children they should have، يبقى لازم يبقى فيه تغير في الطريقة اللي الناس بتفكر فيها بخصوص عدد الأولاد اللي هم المفروض يبقوا معاهم. يبقى the methods of agriculture، طرق الزراعة طبعا غلط، sources of energy، مصادر طاقة، the way people think about the number of children، طبعا دي الإجابة الإيه الصحيحة. ثلاثة when coal and oil have been used up we shall، طبعا لما الفحم والبترول دول يخلصوا يبقى أكيد إحنا search for other sources of energy، هنبحث عن مصادر يعني بديلة، وطبعا أكيد هي دي الإجابة الإيه الصحيحة. طبعا لو إحنا إيه رجعنا للقطعة بتاعتك هنا، أدي فين الكول والأويل، أهي when we are using up coal and oil مش عارف إيه، يبقى we shall have to find something to take their place، يبقى حاجة تحل محله. رقم أربعة we don't make electricity from the heat of the sun on a large scale because، إحنا مش بنعمل كهرباء من حرارة الشمس على نطاق واسع، لأن we don't have the required money، مش معانا الفلوس الكافية، it's
سهرني في القدرة. We don't have the technology. مفيش التكنولوجيا. It's just impossible. مستحيل. طبعا الإجابة بتاعتك رقم سي، إن مفيش طبعا التكنولوجيا. الكلام ده موجود فين؟ أدي موجود في عندك في القطع هنا كده. But we don't have the technology to do this in this way. اللي احنا مفيش تكنولوجيا إن احنا نقوم بهذا الأمر على نطاق واسع. What does the underlined word they refer to؟ كلمة they بتعود على، نرجع كده هنا مع بعض القطع، أدي كلمة they، هات الجملة اللي قبلها. We are using up coal and oil. إحنا بنستخدم أو بنستهلك الفحم والبترول، ولما هما يخلصوا يبقى إيه اللي هيخلص؟ يبقى أكيد الفحم والبترول. يبقى الإجابة بتاعتك اللي هي coal and oil. كلمة major مين؟ كلمة major طبعا دي اللي هي تحتها خط دي كده هنا، بتعني ايه؟ طبعا بيقول another major problem، يبقى مشكلة كبرى. يبقى كلمة major دي كده بمعنى كبير، temporary مؤقت، طبعا جامد بمعنى يعني في علبة يعني مضغوط يعني، main أساسي، wild بري، يبقى طبعا main بمعنى أساسي. How many present cities have a population of over 20 million؟ كم مدينة؟ طبعا خلي بالك علشان دي كلمة present حالي، يبقى كم مدينة حالية فيها تعداد سكاني فوق ال 20 مليون؟ ما تقولش بقى هنا كده 20، لا، ده هنا بيقول لك في خلال 25 سنة هيبقى في أكتر من 20 مدينة، إنما now الآن there is only one، يوجد واحدة بس، يبقى معنى كده في عندك هنا الإجابة بتاعتك هتبقى one city. في الحالة ديت كده هنا فقط هيبقى one city، مدينة واحدة. According to the passage، طبقا للقطع، why is a great area of Australia unpopulated؟ ليه مساحات واسعة من أستراليا غير مسكونة؟ ليه؟ طبعا لو حبينا نرجع للقطع هنا كده، فليه بقى أستراليا فيها أماكن كتيرة؟ آدي علشان أول هنا كده بيقول كده although most of Australia is unpopulated، هي مش مسكونة، and much of it is thinly populated. المشاكل بقى there are reasons for this. firstly، أولا much of the land is desert، معظم الأرض صحراء، and waterless، وبلا مياه، and secondly، ثانيا even the land that is not desert is not suitable for anything. يبقى معنى كده ده كده هيبقى إجابة السؤال اللي هو بيتكلم عن ليه استراليا غير مسكونة، اللي هو ده السؤال رقم 8. يبقى ده كده إجابة السؤال الثامن، اكتب كده جنبها بس ايه 8. تمام. طيب السؤال رقم 9 بيقول mention two problems we will face as a result of overpopulation، اذكر مشكلتين احنا يعني هيحصلوا كنتيجة للازدحام السكاني. طبعا انت عندك هنا مشكلتين في ممكن مشكلة من ضمن المشاكل اللي هو بيقول لك هنا البلوشن، التلوث، يبقى دي كده مشكلة. في مشكلة تانية هتبقى مشكلة الانرجي اللي هي الايه، الطاقة، اللي هي shortage of energy اللي هي دي كده. يبقى طبعا مشكلتين، يبقى احنا عندنا دي مشكلة ودي مشكلة تانية، يبقى ده كده اجابة السؤال رقم 9، يبقى shortage of energy وكمان البلوشن، التلوث. السؤال العاشر والاخير بيقول كده how do factories contribute to the problem of pollution، ازاي المصانع يعني بيبقى ليها دور في مشكلة التلوث؟ طبعا عن طريق الايه، عندك هنا اخر حاجة the emissions of factories، الانبعاثات من المصانع، and big industries والصناعات الكبرى، بلوت بتلوث الايه، الغلاف الجوي، بتؤدي الى تدمير البيئه. بمعنى كده ده اجابه سؤال رقم 10. الترجمه many people like to collect things like stamps، some stamp collections are very valuable. طبعا يا سهله، بعض الناس يعني تحب ان تجمع اشياء مثل طوابع البريد، وبعض هذه الطوابع أو بعض هذه المجموعات تكون ذو قيمة عالية. Usually the fewer the number of people who have something in their collections the more valuable that thing is. طبعا عادة كلما قل عدد الأفراد الذين يمتلكون شيء في مقتنياتهم، مجموعاتهم يعني، كلما ازدادت قيمة ذلك الشيء أو تلك الأشياء. إن حفلات الزفاف مناسبات هامة في كل بلد، وهناك تقاليد للزفاف تختلف باختلاف البلد. طبعا حفلات الزفاف اللي هي wedding parties، مناسبات occasions، يبقى نقول بقى كده
يحتفل الناس في كل أنحاء العالم بأعياد الثورة والاستقلال والنصر على الأعداء. طبعا يحتفل celebrate أعياد طبعا اللي هي feasts ثورة revolution استقلال independence نصر victory. يبقى نقول بقى كده people all over the world الناس في كل أنحاء العالم celebrate تحتفل the feasts of revolution independence victory over enemies. طيب دي كانت اخر حاجه معانا كده النهارده، يا رب ان شاء الله الناس تكون استفادت ويعني الدنيا تبقى اسهل بالنسبه للناس، وان شاء الله تابعونا واستنونا في الحلقات اللي جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.